الله يخليك، ترى انا مستعجل شوي. لا حول الله ولا قوة الا بالله، ولك على مهلك علينا يا عمي، الله يرضى عليك، تربطت ايدي، على مهلك شوي، الله خلق الدنيا بست ايام. صحيح، بس انا تارك حرمتي بسوق الغنم، اخاف تضيع. اسمع عمي، هالبابوش هاد قديم كتير وما عاد يتحمل ترقيعها. ذبر بمعرفتك. ولك يا عمي كل معرفتي ما بتفيد. قال ذبره، شلون بدي ذبره؟ بابوشك حشا السامعين بده كب زباله ولازم تشتري واحد جديد. فهمت علي بقى؟ الربيع الجاي ان شاء الله يا ابو راشد. انو ربيع هاد؟ بقي لربيع الجاي سنه. شو بدي اعمل؟ ما معي فلوس. طيب انا رح رقع لك اياها المره، بس هي اخر مره برقع لك اياها، لانه ما عاد في بهالبابوش محل اي رعه، ومن هلا عم فهمك. لبقيت ترجع لعندي مره ثانيه داق خلقي من بابوشك. ها دبر حالك فيه، خلصني ولا تمشي فيه على الحجار، ما عاد في حيلها. كت 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 كت. لانه وعلى شو بدي امشي لكان؟ على ريش نعام؟ لك عمي خده خلصني، امشي الله يرضى عليك. فزع شو بتجادل؟ قال فراق البدوي بعبا، قال له بسوق لعبي كله. هونك علي هونك، وش بنات؟ يلا تفضل. وهي الله يعوض علينا وعليك. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك، اهلين وسهلين. عندك شغل كتير يا ترى؟ عم صلي حصر ماي الله يعزك. خير؟ عاوز شيء؟ لكان خلص شغلك وانا رح انتظرك. العفو منك، امور شو بتريد؟ لا والله بس حابب اكسبك على الغداء ببيتي. نعم؟ شلون تكسبني يعني؟ عم بقول حابب اتغدى بمعيتك حتى تنفتح نفسي. هلا جاي تتمسخر علينا يا اخ؟ ايه؟ الله يسامحك، مقبولة منك. لا لا ابدا، البركة فيك يا اخي. فعلا انا عم بحكي جد. عم تحكي جد؟ بس عدم المؤاخذة انا ما بعرفك. شو عليه؟ بنتعرف. على كل حال خلص شغلك وانا رح انتظرك مشان نروح سوا. انا بامرك، ثانية واحدة بس. انا جاهز، بعدين بنكمل يا سيدي، مو مشكلة. يخلي لنا اياك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. شرف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين وسهلين، مرحبتين. الغدا جاهز؟ جاهز سيدي، جاهز. تفضلوا لو سمحتوا. شرفوا. تفضلوا شباب. حقوني، شرفوا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، تفضل تفضل. يا حي الله. أهلا وسهلا. شرف. تفضل يا اخي. اعوذ بالله، ما بصير اتفضل قبلك. شو هالحكي؟ انت ضيفنا ونحن متبارك فيك. شريف شريف، اهلا وسهلا. خجلتوني والله، يخلي لنا اياك. الله يديمك ويعزك الهي. الله يخلينا اياك يا ابو حسني. تفضل. يسلم ودياتك يا سيدي. تفضلوا تفضلوا يا جماعه، ان شاء الله صحتين وهنا. لك مين هذا اللي قاعد جنب ابو حسني مثل فزعه الطيور؟ مين بده يكون يعني؟ وزير معتر من هالمقاطيع اللي بيلملمون ابو حسني من الشارع وبيجيبون لهون. كيف اشغالك يا مخدومك ابو راشد؟ سيدي احوالك كيف يا ابو راشد؟ عدم يا سيدي، عدم. ولا يهمك ولا يهمك، تفائل بالخير بتلاقيه، واذا وشك ضحكان بتلاقي الدنيا كلها عم تضحك لك. والله يا سيدنا الظاهر انه ما في فايده، لاني ضحكت وابتسمت وقهقهت، بس الحاله معي ما تغيرت منوب. والغريب يا سيدي انه غيري بيعبس والعقده مش لشبر، والمصاري عم تهطل عليه مثل حبات المطر. ولا يهمك يا ابو راشد ولا يهمك، الله كريم، وان شاء الله انت الثاني بتهطل عليك المصاري مثل زخ المطر. ولا يهمك. منين يا حسرة؟ حظي وبعرفه، منحوس من يوم ما ولدتني أمي، يعني لو بمسك بإيدي وردة بيضاء بتصير فحمة سودة قبل ما أشمها. لك
يا أخي فعلا هالأبو حسني متواضع كتير. فعلا طبعه عجيب. لك شوف شوف لك شوف كيف عم يحط له اللحم بإيده يا زلمة. أنا ما بدي أشوف هيك مناظر، مو بإيدي دمي بفور، ما بدي أبدا، لأنه في ناس فعلا ما بتنعطى وش. يا أبو رشيد. نعم سيدي. هات لنشوف، حكينا هيك يسلينا، حكينا أطرف قصة صارت معك، سمعني. والله يا سيدي القصص كتيرة. يعني مثلا شي قصة؟ والله ما بعرف، يعني ما بيتذكر الواحد. ولا يهمك ولا يهمك، خذ وقتك وتذكر. هذا يا سيدنا، مرة كنت فاتح محل بيع الرز بحليب، وكنت بيع الرز بحليب بحلة كبيرة محطوطة على ببور كاز، وبالصدفة مرة إلى عندي بدوي على حماره وشرب من عندي زبدية رز بحليب وهو راكب على حماره، ولما دفع المصاري وقبل ما يمشي بشوي صرخ: يا أبو راشد دخيلك الحقني. قلت له: خير شو بك؟ قال لي: البابوج تبعي وقع من رجلي بحلة المهلبية. قلت له: بسيطة، هاي هي القصة. ولا يهمك، هلا طالع لك يا. وجبت المحراك وصرت دور على البابوج بأسفل الحلة هيك لحتى لقيته، وطلعته بطرف المحراك وقلت له: اتفضل، هي البابوج تبعك. قام البدوي طلع بالبابوج وقال لي: لا يا عمي، هالبابوج مو تبعي. الله عليك يا أبو راشد، شو دمك خفيف. هذا من لطفك يا سيدي. ايه مولانا، مستأذن أنا. ايه بكير أبو راشد بكير، لسه ما شبعت منك. بنتي لحالة بالبيت وبخاف أتأخر عليها، بيغلق قلبها علي بعدين. طيب طيب على راحتك يا أبو رسمي. مور سيدنا. بتعطي أبو راشد مما أعطانا الله 100 عصمة لي. حاضر سيدنا، تفضل معي. يلا بستأذن أنا سيدي، خاطركم. تفضل امشي قدامي. سيك قديش هدو؟ 20 عصمة لية. بس عفوا، كأني سمعت أبو حسني عم يقول عطيه 100 عصمة لية. شو يعني؟ أنا عم هشاك؟ لا مو هذا القصد، بس لكن شو تقصد؟ يعني بجوز حضرتك ما سمعت منيح، أو يا قليل الوجدان اللي ما تخاف من الله، عم تكبر على النامة مو هيك؟ لا بس أنا اسكت وخلاص ولا لعي، ويلا نقلع من وشي. أنت واحد ما بيلبق لك الإكرام بالمرة، هات مصاري إيدك ولا هاتهم، يلا نقلع من وشي. بس أنا سمعت. يلا نقلع من وشي يا وش الفقر. عملني بلعني يا فوزية، قلعني قلعني وسبني وكان رح يضربني كمان. طيب خلص ما بطول بالك انت، لا تزعل ولا يهمك. لا ويلي زعجني اكثر انه اخذ مني الميت عصمليه، يعني مو مبلغ قليل هدول، شغلة 8 أشهر على القليله. بابا لتكون انت غلطان وبحسني امر لك بس ب20 عصمليه. لا يا بنتي مالي غلطان، بس حظي حظي وبعرفه، بعمره ما كملت معي يا فوزيه. الشغله مو شغله حظ، الشغله صارت معك بالصدفه، وان شاء الله بكره بيكون احسن من اليوم والله بيفرجها يا رب. يلا انت قوم قوم ارتاح وغسل ايدك على بين ما اعمل لك كاسه شاي. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام والاكرام، اهلا وسهلا ابو حسني، اهلا وسهلا ومرحبا. شلونك اليوم يا ابو راشد؟ والله الحمد لله، من رضي عاش الحمد لله، ماشي الحال ماشي الحال. شو رايك تتغدى عندي اليوم من فضل الله؟ إيه بس انا امبارح ما عدى منيح يا ابو راشد، وانا حابب اسمع حكاياتك الحلوين بقى، إذا عندك شغل راح أستناك. العفو يا سيدي العفو، الله يخلي لي إياك، بس الحقيقة أنا هالمرة بدي أعتذر. ما بيصير تعتذر يا أبو راشد، ما بيصير، بدك تروح معي، نقلت إيه ونقلت لا، رجلي على رجلك. تأمر يا سيدي، أمرك مطاع مثل ما بدك، تأمر أمر. زود أبو راشد زود، حلفت عليك إلا تأكل منيح. الحمد لله يا سيدي، إن شاء الله صفرتك دائمة وعامرة. لكن تفضل خلينا نشرب الشاي بالقاعة. الله يسلمك ويديمك يا سيدي. بعتولنا الفواكه على القاعة يا أبو رسمي. الله يديم عزك يا مولانا، خلينا يا أبو. لك أنا بس بدي أفهم، شو اللي محبب أبو حسني بهالأجدب الفقير هاد؟ ليش ترك كل الناس وعلقوا له؟
ولله في خلقه شو. لا والألعم من كل هالشي إنه أنا بحياتي ما شفت أبو حسني بهالحال من البهجة والسرور إلا مع هالمجنون. ويضع سره في أضعف خلقه. إيه أبو رشيد؟ مور أبو حسني. شو في عندك حكاية اليوم؟ والله يا سيدي ما في غير أنت بتشوف ناس كتير وبتسمع قصص كتيرة، بقى بدي تحكي لي هيك شي قصة شي نهفة نتسلى فيها مع بعض. على عيني وراسي. هذا يا سيدي كان في قديم الزمان، كان في بالعراق والي تركي، وكان هالوالي مسرف ومبذر، وكان كلما احتاج إلى فلوس يبعت ورا جوهرجي اسمه نعمان حتى يدين منه فلوس، وبكل مرة كان يعطي هالجوهرجي سند بالمبلغ حتى يحفظ له حقه. وبعد سنة دا خلق نعمان الجوهرجي من المبالغ الكبيرة يلي عم يدينها الوالي، وكل ما طالب الوالي بتسديد سند كان الوالي يأجله ويدين منه مرة تانية ويكتب له سند جديد. ومرة من المرات تجرأ الجوهرجي نعمان وقال له للوالي: يا جناب الوالي، ايمتى بدكم تسددوا لي سند من هالسندات؟ ولما سمع الوالي كلامه هاج وماج وغضب وسار وقال له: انت مالك سي قبل الوالي يا حمار؟ قال له نعمان: بلا. بس قاطعه الوالي بغضب وقال له: خلاص ولا اخرس وبلع السندات يلي معك كلياتها قدامي قبل ما اقطع راسك. خاف نعمان وصار يعلك هالسندات مثل خبز حتى بلعون لاخرون، وودع الوالي وهو عم يرجف مخوف وراح لبيته. ومره من المرات يا سيدي ومثل العاده احتاج الوالي لفلوس وارسل ورا نعمان الجوهرجي، ولما حضر طلب منه الوالي مبلغ كبير وقال له: هات لأكتب لك سند بالمبلغ. هات. قام طالع نعمان من جيبه شقفة أمر الدين كبيرة وبلش يكتب عليها السند. استغرب الوالي وقال له: ليش عم تكتب السند على شقفة الأمر الدين ولا؟ قال له: يا سيدي حتى إذا أمرتوني يبلعه ينبلع معي بسهولة. جميل جميل جدا. أما هالجوهرجي طلع ذكي بالشكل. الله عليك شو نافجي. بس ترى هالوالي هاد ما طلع من حلال أبدا. يعطيك العافية. وهي الفواكه جاهزة سيدنا. تفضل يا أبو راشد. لا الله يخليك، ديارك عامرة، بنتي لحالها بالبيت وبخاف يغلي قلبها علي. طيب على راحتك. أبو رسمي. مور سيدي. تعطي أبو راشد مما أعطانا الله 1000 عصمة لي. على عيني وراسي. تأمر يا سيدي. الله يديمك يا سيدي ويعطيك ليرضيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيك الله معك. شبك ليش واقف؟ عفوا اسمعني الله يخليك. أنا اليوم فتحت أداني منيح وسمعت أبو حسني عم يقول لك تعطيني 1000 عصملية، فيلي حابب أفهمه ليش حضرتك ما عم تنفذ أمر أبو حسني يا أبو رسمي؟ ورصاص اللي يخلع رقبتك خلع يا قليل الوجدان. صحيح إنك سافل. ليش سيدي ليش؟ هلأ 100 عصملية بحالهم مو عاجبينك؟ على عيني وعلى راسي والله لا يحرمنا من نعيمه، بس انا سمعت ابو حسني عم يقول. ولك انا بس بدي افهم انت شو رسمال الشغل عليك؟ ولا شيء يا ابو رسمي، بس ولك انقلع من وشي قبل ما كسر عظامك واحسب الله ما خلقك. يلا انقلع. طيب طول بالك علي شوي، طول بالك. ليش انت عصبي دائما؟ ولك انت ما بتعرف تخرس وتضب لسانك بحلقك. بعرف، بس انا لما بدي صاري. هاتوا هاتوا. لا يلا انقلع من وشي. يلا انقلع يا حبيبي. لحظه شوي يا حبيبي، خلينا نحكي كلمتين نضاف يا طيب. اخراس واسكوت ومن العمومشي. صحيح انت ما بتنعطوه. لحظة لحظة العمى نال قام تكبر. يا حيف على هيك ناس بطرانين.